الوطنية ليست سلسلة ذهب نضعها وقت ما نشاء وننزعها وقت ما نشاء. الوطنية سلوك يومي تجاه الوطن في وقت الشدائد والمحن وفي المحطات الكبيرة. ما أن اجتاحت عاصفة كورونا حتى تبين معدن الكثيرين ومحبتهم لأوطانهم، وانهالت حملات التبرع بصفة دائمة ومستمرة من مشاهير كرة القدم لمنع انتشار فيروس كورونا القاتل في أنحاء العالم، حيث اختاروا الطريق البسيط والأيسر وهو التبرع لإنقاذ البشرية ولإنقاذ بلدانهم. وذأب نجوم كرة القدم على مجابهة الوباء العالمي الذي تسبب في شلل تام لهذه اللعبة الشعبية، وأقدم الكثير من اللاعبين على تقديم مزيد من التبرعات، منهم فخر الدين يوسف والذي خصص مساعدات مالية لصندوق مكافحة كورونا في تونس، ثم اللاعب وليد أزارو الذي تبرع بمبلغ مالي لأربع أسر فقيرة، وحميد أحداد والذي تنازل عن جزء من راتبه لعائلات مغربية، ثم ساديو ماني الذي تبرع ب 45 ألف يورو لحكومة السنغال، وإنسيني لاعب فريق نابولي تبرع ب 100 ألف يورو، واللاعب الدولي إبراهيموفيتش تبرع بأقنعة طبية لمستشفى البحوث الإيطالية، بينما سلوفيني إيليتش تبرع بكرة السوبر في مزاد علني. بونو تشي لاعب جوفونتيس تبرع بمبلغ 120 ألف يورو في تورينو، وبوفون حارس جوفونتيس شارك في حملة جمع التبرعات. أما ستيفان زيهونج رئيس أنتر ميلانو فتبرع ب 100 ألف يورو، في حين أن أندريا أنيلي تبرع أو المالك لجوفونتيس تبرع بعشرة ملايين يورو، في حين جيمس بالوتا رئيس روما تبرع بخمسين ألف أورو لأحد المستشفيات. في الأخير أن الوطنية ماشي بالفلوس وماشي بالمال، ولكنها تعني تقديم الدعم للمحتاجين في بلدك أو في مدينتك أو في قريتك، ولو بخدمة صغيرة ولو بعشرة دراهم. الوطنية هي أن تكون حاضرا زمن الأزمات ووقت المحن. لا محالة هذه الأسماء سيذكرها التاريخ بمداد من فخر ومن ذهب. لا تنسوا دعمنا في هذا القناة بالاشتراك وتفعيل الجرس، وإلى لقاءات متجددة. أسعد الله أوقاتكم. قبل ما تخرجوا ما تنسوش تابوناو في لاشين يوتيوب وبارتاجيو الفيديو مع أصحابكم في مواقع التواصل الاجتماعي، وما تنسوش ديروا جيم.